من جانبه أكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب إبراهيم الهنيدي أن الحوار الوطني يمثل أهمية كبيرة للشعب المصري بجميع توجهاته للتعبير عن آرائهم، لافتا إلى أنه لا يوجد خطوط حمراء بالحوار. الحوار الوطني بجميع أطياف الشعب وجميع التوجهات اللي موجودة دخلت في الحوار الوطني من أجل أن تعبر كل منها عن نفسه، وأي شيء جديد بيكون موجود من الأعضاء دول أو المجموعة اللي بتعبر عن رأيها بيتم الانتهاء من رأيهم بأن يكون ضمن المستخلصات النهائية التي تعرض على السيد رئيس الجمهورية لكي يتخذ ما يرى بشأنها، وزي عرضه مثلا على مجلس النواب من أجل إصداره كتشريعات أو قوانين.